ولتسليط الضوء أكثر على ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. حياكم الله دكتورة فاطمة، وكل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك عليكم وعلى جميع طاقم قناة الرافدين وعلى شعبنا العراقي العظيم وجميع أمة الإسلامية، وخاصة إخوتنا وأشقاؤنا في غزة. رفع الله إن شاء الله جميع هذه الغمة عن أمة الإسلام، وندعو الله أن يسترد كل ذي حق حقه وأن يرحم جميع شهداء المسلمين. اللهم آمين. دكتورة، كجهة حقوقية كيف تعلقين على بيان مركز جنيف الدولي للعدالة الذي كشف أن سلطات العراق لا تنفذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعراقيين رغم مرور أكثر من 20 سنة على غزو العراق وما رافقها من كما تعلمين شعارات الحرية والديمقراطية أيضا؟ يعني واضح يعني أن العراق يعني لم يمتثل لأي يعني من الاتفاقيات الدولية، والحقيقة هو ليس فقط يعني أن يقوم العراق بالتوقيع على اتفاقات دولية من أجل أن يهتم بشؤون العراق وأن يعني يعمل على أن يحصل كل فرد عراقي على جميع حقوقه سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها. يعني هذه وظيفة أي حكومة، يعني لو تنظر إلى هذا التقرير الحقيقة في أشياء يعني من العار على هذه الحكومة أن لا تمتثل إليها لحد الآن، وأبسطها مثلا الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتي هي تكفلها حتى أبسط الدول. يعني كيف يمكن، والذي ينظر إلى الواقع الصحي في العراق يعرف جيدا الكثير الحقيقة من ما يعيشه المواطن العراقي يوميا، يعني يصل إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة ويتم توثيقه عن طريق الكثير من المنظمات، عن طريق التقارير، عن طريق المعلومات التي تصل، عن طريق الانتهاكات التي تحدث ضد الشعب العراقي. الكثير الحقيقة من المهمات التي هي من أساسيات وجود أي حكومة لا تقوم بها هذه الحكومة، وبالتالي فمن الطبيعي أن يصدر مثل هذا التقرير وبهذه الطلبات التي بعضها ضرورية واستعجالية. إذن فإن الشعب العراقي معناه لا يتمتع بأي حق طبيعي مثل باقي أفراد البشر على هذه الكرة. يعني من جهة مركز جنيف الدولي للعدالة يصدر مثل هذا التقرير، ومن جهة أخرى الأمم المتحدة نراها يعني تسعى للتقارب مع الحكومات العراقية، وبغض النظر عن ملف حقوق الإنسان، كيف يمكن فهم هذه الازدواجية لربما؟ أعرف جيدا أن الدور الأمريكي واضح، وهو الذي يدفع بهذا الاتجاه من أجل التقارب مع الحكومة العراقية من أجل أن ينفذ مشروعه وتبقى عمليته السياسية ودستوره البائس الذي جاء به بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. ولهذا فهو يدفع الدول ويحاولون استخدام أساليب الدعاية لهذه الحكومة بأنها يعني تحاول أن تقوم بما يعني تستطيع وأن هناك معوقات وغيرها من هذه الأساليب الالتوائية من أجل التلاعب على 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 يعني على هذه يعني تشكيل دعاية إعلانية لهذه الحكومة من أجل أن يتم غض النظر عن ما يحدث في العراق. يعني هذا التعامل الازدواجي هو ليس الحقيقة سمة يعني جديدة على الأمم المتحدة، يعني نراها في الكثير الحقيقة من الملفات التي تخص الكثير من القضايا في العالم، الذي يعني تشعر فيه الدول المسيطرة على مجلس الأمن أنها مستفيدة منه، يعني تعمل على الدفع باتجاه أن تستفيد من أي وضع في أي دولة. أما الوضع الذي هو مخالف ل مشاريعها، مخالف لما تريده في هذه المنطقة أن تنفذه، فهي
لا تعطي بالا ولا أهمية لمثل هذه التقارير حتى لو صدرت. الأمم المتحدة سوف تستمر بإصدار هذه التقارير على اعتبار أنها يعني جهة لديها حق في المراقبة، وأن هناك اتفاقات دولية قد وقع عليها العراق، ولا بد العراق أن يمتثل، ويستخدمون أسلوب الحوار لأنهم ليست لديهم حقيقة سلطة على أرض الواقع. السلطة هي سلطة الدول، السلطة هي سلطة الحكومات، السلطة بيد الذي يستطيع أن يؤثر في واقع أي دولة من هذه الدول. يعني هل يمكن فهم هذا الموضوع دكتورة فاطمة أن مثل هذه التقارير لربما على أرض الواقع لا قيمة لها ولا ثقل حقيقي؟ يعني من المفترض مثل هذه التقارير أنها تسلط الضوء على كل تقصير وعلى كل مسؤول عن تقصيره من أجل محاسبته في الدول لربما الديمقراطية، ديمقراطية حقيقية، ولكن في العراق كيف تجري الأمور؟ العكس الذي يجري في العراق، بالرغم من هذه التقارير التي هي يعني هذه سنين وهي تصدر هذه التقارير وهذه الأساليب، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة جاء للعراق في زيارة، المفوض السامي لحقوق الإنسان جاء أيضا في زيارة قبل عام تقريبا، ومع هذا لا يوجد تغيير على أرض الواقع، مما يدل على أن هذه الحكومة يعني تساندها دول لديها تأثير ولديها قوة، لأنها مرتبطة بهذه الدول وتنفذ مشاريع هذه الدول. ومعروف هذا مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ومشروع الإيراني في العراق، ولذلك فإن مثل هذه التقارير حتى لو صدرت لا يلقى لها بال، وسوف تستمر بهذه الطريقة. الحقيقة لأنه الحل هي ليست بيد هذه المنظمات مثل الأمم المتحدة وغيرها من المراكز التي تصدر هذه التقارير حتى لو كانت شديدة اللهجة أو غيرها. الحل حقيقة أصبح الآن بيد الكرة في مرمى ويد الشعب العراقي. طيب من حيث أن انتهيت دكتورة فاطمة، أسألك يعني الحل والربط مثل ما يقال بيد الشعب العراقي، ما الذي يفترض بهذا الشعب أن يفعله؟ ما هو طوق النجاة لهذا الشعب؟ يعني خرج في البعض يقول خرج في ثورة تشرين، ولاحظت ويعني تابعتم بالتأكيد أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كيف تصرفت الحكومة والأجهزة الأمنية مع هذا الشعب المطالب بحقوقهم بأبسط حقوقه؟ يعني كما قلت، يعني كانت ثورة تشرين وشاهدنا كيف كان القمع ضد مظاهرات سلمية واعتصامات سلمية، ولكن هذا لا يعني أن يتوقف يعني سيل هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات. نيل الحرية لا يكون ليس أمر سهل وليس أمر يسير، والتضحيات كبيرة، والذي يطلع على نضال الشعوب يجد أنهم ضحوا بملايين. ثورة الجزائر التي هي ثورة المليون شهيد، فيتنام التي حصلت على حريتها بعد أن أراقت الكثير من دماء أبناء شعبها، الكثير الحقيقة من يعني الأمثلة في العالم. التاريخ الإسلامي حافل بالكثير من الأمثلة والتضحيات كثيرة. هذا الحصول على الحقوق يجب أن ينتزع، وليس هي فقط المطالبة وسوف يتم الامتثال أو الحصول على هذه الحقوق. ولاحظنا كيف أن يعني الفيديوهات الموثقة، كيف أن الناشطون يقومون بما عليهم من واجبات من أجل نشر الوعي ومن أجل فضح الجرائم التي تحدث بحق الشعب العراقي. ولكن أصبح الآن هناك واقع مرير يمر به الشعب العراقي، ولا بد من تضحيات أكبر من ذلك من أجل الوصول إلى مطلب الشعب طيب العراقي، وهو الحصول على حريته وكرامته التي سلبت منه منذ عام 2003. دكتورة فاطمة، السلاح المنفلت وأيضا يعني سلاح الميليشيات بشكل عام وانتشار الميليشيات، إلى أي مدى لربما يصعب مهمة الشعب العراقي بهذا الخصوص؟
هي تبدو في الحقيقة صعبة، ولكن لا بد أن نشير هنا إلى مسألة مهمة، أن هذه الميليشيات هي ليست بالقوة الكافية. المشكلة هو أن الشعب العراقي ضعيف، أصبح الآن يعاني من الكثير من المشاكل، العناء في الحصول على لقمة العيش، العناء في الحصول على فرصة تعليم، العناء في الحصول على الرعاية الصحية، الكثير من مما أدى إلى تشتيت يعني أفكار الشعب العراقي، وتشتيت ما يجب وما عليهم أن يقوموا به، وما هو أساس هذه المشكلة. الشعب العراقي يجب أن يفكر وأن يصل إلى قناعة بأن ما جاءت به الاحتلال الأمريكي هو شيء باطل، هذه العملية السياسية وهذا الدستور وما بني منذ عام 2003 من أباطيل، هذه كذبة يجب أن يتم محيها من تاريخ العراق والقضاء عليها، خاصة وأنها لم تولد إلا الدمار للشعب العراقي، ويعني ما وصل إليه يعني على الأقل مستويات الجهل التي وصل إليها العراق، والتي لم يسبقها مثل هذا بمثل هذه المستويات. هذه يجب أن تكون دافع للشعب العراقي من أجل عدم الاستمرار بهذا الواقع، وأن يتم تغييره مثله مثل بقية الشعوب. ونرى الآن يعني ما يحدث في غزة، مجرد أعداد قليلة من المجاهدين، ونشاهد كيف أنهم أثروا على العالم بهذا الطريق. طيب عفوا، في ظل كل ما تفضلت به دكتورة فاطمة، ما مسؤولية النخبة العراقية؟ ما مسؤولية المثقفين العراقيين في ظل يعني أو من أجل إخراج العراق من هذه الأوضاع التي يمر بها، لربما في أقصى حالاته أو في يعني أكثر حالاتها التاريخية سوءا؟ النخب العراقية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، وهي أن توحد الشعب العراقي تجاه الهدف الذي يجب أن يصل إليه والطريق الذي يجب أن يصل إليه، وأن تتوافق هذه النخب وهذه القوى مع بعضها من أجل أن يشعر الشعب العراقي بالأمان والاتكال، وأن مثل هذه القوى تستطيع أن تقوده، وأن لديها أفكار هي بالفعل تمثل خلاص الشعب العراقي. أما إذا بقيت هذه القوى مشددة والنخب مشددة بهذه الطريقة، فهذا في الحقيقة سوف يضعف مكانة هذه القوة ويسهل عدم الثقة فيها. ولذلك نعم، شكرا المطلوب جزيلا لك. الآن من إذن هذه القوة أن تتوحد فيما بينها، هذا هو الطريق الأول. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.